كلنا باغيين ننجحوا، كلنا باغيين نخدموا، كلنا باغيين نضمنوا المستقبل، كلنا باغيين الاستقرار، كلنا باغيين نعيشوا مزيان، كلنا باغيين باغيين. غير هو واش باغيين بصح بصيغه الجمع ولا غير باغي بوحديتك؟ ندوز غير انا ونصوفي راسي بوحديتي، الاخرين ما يهمش، نسلك غير انا، قال نفكر في الاخرين. واش كتخيل راسك الا نجحتي بوحديتك وخديتي الدبلوم بوحديتك وخدمتي بوحديتك، واش صافي نجحتي في حياتك؟ وصلتي؟ مازال ما عرفتش شنو باقي جاي. كنهضر معاك انت اخويا وانت اختي، الا كنتي كتخبي على صحابك ولا سولوك على شي حاجه وانت عارفه وكتقول ما عارفش، ولا بغاو من عندك شي تصحيح ديال التمارين ولا شي امتحان وهو عندك وبامكانك تشاركو معاهم، كتقول لي ما عنديش، ولا شي واحد ما فهمش شي حاجه وانت فاهمها وسولك عليها وبامكانك تشرحها ليه في وقت قصير وما غاديش تاخذ لك من وقتك، وكتقول ليه ما فاهمهاش، والله ما غادي تطفرو الا درتي هادشي. ارا ما تحسد وارا ما تخبي، قرا غير بوحدك ونجح بوحدك وصوفي راسك بوحدك، راه واخا توصل ما عرفتش فين غادي تخلص، وحتى تخدم وهذيك الخدمه دير لك الاكتئاب ويكون فيها الضغط بزاف وفيها الروتين واش بقى تعاود نفس الحاجه وتمرضك طول حياتك. وحتى الا خدمتي شي خدمه زوينه يقدر الله ما يخلقش لك البركه في الرزق ديالك، الا كنتي كتبغي الخير غير راسك وكتحسد صحابك، هذاك الحسد راه يقدر يخرج لك حتى في ولادك مستقبلا ولا كاع قبال، هذاك شريك الحياه ديالك يقدر يعيشك في جهنم ولا يقدر ما يعطيش لك الله كاع. اما تشوفش هنا افواغ بلي لوا، اشوف بعيد. بالنسبه ليك اخويا اختي اللي كيبقى فيكم الحال على مثل فحال هاد التصرفات من بعض الطلبه ولا حتى التلاميذ، واخا يبان لك داك فلان راه غادي مزيان وغادي غير كينجح وهو خايب، وتقول اه علاش الله كيعطيه، مازال الحياه طويله. اما تحكمش دابا، انا عشت وشفت بزاف الامثله وكل واحد وفين وصل وكل واحد والحاله ديالو، ما تخافش. اللي نوصيك عليه راجع مع اصحابك واخا تخدم معاهم شي ماده وانت اللي فاهمها ويجيبوا فيها احسن منك، فرح ليهم وما تقولش قولبوني ولا ضربوني بالعين، رضى باي حاجه عطاك الله وزيد في الاحسان ديالك وما تسناش المقابل من شي واحد الا ما ردوش لك. حفز صحابك وشجعهم، ما تقولش ليه راني ناعس وانت راك فاق كتخدم، الا عاوننا بعضياتنا راه ماشي غير غادي ننجحوا في قرايتنا وناخذوا الشواهد، نقدروا نخرجوا بافكار جديده ونديروا مشاريع مشتركه بيناتنا ونخدموا معنا صحابنا ونزيدوا الاقتصاد بلادنا، الا عاوننا بعضياتنا غادي الله يرضي علينا وزيدنا من التوفيق ديالو. علاش حنا امه محمد صلى الله عليه وسلم وما كيسهلش علينا الله رغم الصلاه والصيام والزكاه وزيد وزيد؟ حيت ما كنديروش بصح بداكشي اللي عطينا الله. اتصور كيفاش بغيتي الله يسهل علينا وحنا ما كنحنوش في بعضياتنا؟ عاون صاحبك وشارك معاه داكشي اللي عارف، راك غير دايز من هاد الدنيا، وما تخليش حبه صغيره ديال الحسد في الداخل ديالك، والله حتى غادي يسهل لك ربي. وما تنساش انك في الاخير ستسأل عن ماذا عملت فيما علمت. هذا الفيديو بغيت يوصل لكاع الطلبه وحتى التلاميذ، الا قدرتي تبارطاجيه مع اصحابك ولا في شي جروب سيغ فيسبوك ولا واتساب، حيت المهم من هذا الشيء كامل هو نبدلوا عقليتنا كاملين وننجحوا كاملين ونبغيو الخير لبعضياتنا كاملين باش نعيشوا مزيان كاملين. جو فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، اسيو نيكست تايم.